الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أجدد لكم هذا الانطلاق مرة أخرى، وهذا شوطنا 20 ولا يقل أهمية من الأشواط الماضية. شوط خاص بالقعدان اللقاية، وهذا آخر شوط خاص بالقعدان اللقاية. نتمنى للجميع التوفيق وناخذ المركز الأول وشعار بن زفران في مقدمة الشوط. ناخذ المركز الأول الظبي لمسفر بن زفران المري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني اللي وصل في هذه اللحظات شاهين حمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي المركز الثاني، وفي المركز الثالث اللي وصل وهذا العمال لناصر بن محمد بن ناصر بن راشد ألف زير المري، بينما المنطلق مصيحان وشعار حشيم اللي فاز بالشوط 18 نبارك له. سالم بن عبد الله بن حمد السيد بن محمد آل سعيد الخيارين، لكن أعود إلى منعوت وإلى المعركة الطاحنة. الواصل واصل على المركز الثاني، وصل الواصل على المركز الثاني غانم بن منصور سيف الخيارين. الله، المعركة ما بين الثلاث الأسماء، علي بن مانع مدواس العدمي يقتحم النداء، واصل على المركز الرابع وجزيل لفهد بن سيف آل سعيد الخيارين. إذا هذا الشوط فيه معركة، إيه معركة يا إخواني. منعوت في هذه اللحظات صامت 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 ليواصل المسيرة. علي بن مانع مدواس العجمي، الله يا غزيلان، وشفنا غزيلان وشفنا علي بن مانع مدواس العجمي مشاهدينا الأعزاء، ولكن الواصل وغزيلان ومنعوت من جديد يعود مرة أخرى للتنافس. المعركة الثلاثية أبو حمد غزيلان والواصل منعوت يا الزعبي، منعوت سلام للزعبي، سلام حمد بن محمد الزعبي، أشكرك يا الزعبي. فاز الزعبي وانتصر الزعبي على هذا الفوز على هذه الأسماء الكبيرة. المركز الثاني الواصل لغانم بن منصور سيف الخياري، المركز الثالث غزيلان لعلي بن مانع مدواس العجمي، والمركز الرابع جزيل لفهد بن سيف آل سعيد الخياري، والمركز الخامس رعد لعبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت. تهانينا والناموس، وناخذ توقيت منعوت. تهانينا والناموس لحمد بن محمد الزعبي على هذا الفوز. سبع دقائق 47 ثانية، 70 جزء الثانية. تهانينا والناموس، وهذا توقيت منعوت. المركز الثاني الواصل لغانم بن منصور سيف الخيارين. سبع دقائق 47 ثانية، 82 جزء الثانية. المركز الثالث غزيلان علي بن مانع مدواس العجمي. سبع دقائق 47 ثانية، 88 جزءا من الثانية.